لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب صلاة الاستسقاء. بسأل مش باران هي. أي طلب السقيا. استسقاء لمك يعني بسين يتجب طلبه. طلب السقيا طلب بار يعني. هنا استسقاء جب طلبه. وسيأتي أنها ركنان. ركعتان. أنها ركعتان. أبج نوبي فبلا أبل مش ركعتان. هي سنة عند الحاجة. وقت احتياجي أبد سنة. لانقطاع ماء الزرع جبوك آوا زرعات قطع دباء اعتياجها يا سنة أو قلته بحيث لا يكفي يا جي عندك يعني وصاياك تيرناك بشكل كيكو تيرناك آديسة اعتياجها بس سنة بخلاف انقطاع ما لا يحتاج إليه في ذلك الوقت بخلاف انقطاع ما لا يحتاج إليه في ذلك الوقت يعني دوي وقت دا احتياج ببالفا تنية يعني انقطاع ما لا يحتاجه أهنك قطع بيه وشمي أنا شو أنا زلسانة لكن في دوي زلسانة كده احتياج باران تنية احتياج باران شكي تنية إذا قلت رابي بيجام باران ناي دفام رجاء رابي بيجام باران كم سنة راس احتياج قريه بهنا ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجه سن لغيهم أيضا أن يصلوا ويستسقوا لهم سنة لغيهم سنة 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 أجاب باران قطع بول سر سوسايا مثلا و احتياجي بالفا هبو و احتياجي بالفا هبو لغيري وان لأمبيجن لكليسيا جي لازمة أو جي قاتل مشي وان بالتبيع باران طلبة سنة أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيارة لأنفسهم ببن أبي وان شخش بني ناي إيما جهندك يا ربي إيما يزدك وسواء في سنها سنها وسواء في سنها أهل الأمصار والقرى والبوادي والمسافرون تمام سيوانا إيبا جارا قندا نوالا مسافرة تمام تدام سيوانا يعني لتبا سنتها يعني ام بيجن مثلا قال لي باجير بن ابي مسافر باللوان نفسه لا تشكي وسطنا لاستواء الكل في الحاجة دي شم قلت دي احتياجي دام سيوانه وقد فعلها صلى الله عليه وسلم في مصر بعيني وساكنه رواه الشيخان مسلم البخاري روايتك وتعاد ثانيا وثالثا ان يسقوا حتى ان لم يسقوا حتى يسقيهم الله تعالى أوي تكرار بكن بين ميجي هار الجارة دي وسسيو حتى كو باران اگر نا اگر كو جوانا باران ني حتى كو خود باران يمشينا فانت اهبوا للصلاة فسقوا قبلهم وحاضر كن كو هار الميجي وبارانات اجتمعوا للشقي والدعاء فسقوا قبلها فسقوا قبلها هاتن افضان بري كو هار الميجي بكن اجتمعوا بري المجد هري هاي المجد لكنا وباران وها اجتمعوا للشكر والدعاء اجبرا طوب بن شكر يقدر كنوا دعاكن ويصلون على الصحيح لسال قول الصحيح بلا المجد سابقن شكران اجبرا ويصلون على الصحيح يصلون شكران المجد الشكر يبكن والثاني استاذ إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى هذا الصلاة إلا عند الحاجة. قلت يا شيء استند. أدي أقول ويصلون على الصحيح شكراً. تمام. يا وصاني إدري يا استند إلى أنه ما صلى هذه ثلاثة إلا عند الحاجة. طب يعني مس. ثلاثة. يعني لماش تنا قلت يا أكو احتياجي هبه لماش إبا احتياج رابو شتي احتياج رابو لماش نايك هم. وقطع بالأولي الأكثرون يعني أبي أولك ويلمش بكم فرج علماء قطنا بكم وأجرى الوجهاني أذهب وجه جاري تمام فيما إذا لم ينقطع الماء أبي قطع نبي وأرادوا أن يصلوا للاستزادة إرادة كرن كأوي أب زيدة ببا شبو زيدة بونا أبيجي ايش كيش بوك آف زيدة نكوش بني قطع ديه هنگا قوتيه
لمج هي هنك قوتي لمج تنا عين قولي أبو البهية قولي تبيه احتياج شيء نبيت مالي ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم إيك أول أو يسيروا أروجي بكنا تبايدا توبة بكنا تبايدا تقرب لمي İmam camiye ne ya? İmam şu yürü tünne ne yani? Ya imam en bazı imam İslam etken o ama kitab şeriat etken. İmam tünne ya ki? Endi bir amele yani, zetine bimle. Valla bimle ne bimle imam tic vakta. Ama endi bine bine. Anlata diye kitab-ı şeriat da bahsa. Tabii ki. Mene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir el eğimmetü min Kureyşin. Nebi hadise. Mene. İşte bir el eğimetü min Kureyşi, İmam Diş Kureyş'e derk ettiği şunda, şu anda İmam Tünne, İmam diye bir şey yok yani. Ez olan, beni, beni. İslam bir şer'i Tünne mi, çok kaç beni İmam. Bunu tamam edibe yani, beni beyeşe, yani İmam derken, şimdi ye ki, vele sofi ki te, mala şeyh beji, kuş tamam ama dindartır be, zanatır be, ev bir de peşi ama, şimdi beni yetirmiş dibe pe, ha, mecburiye, yani ihtiyacı evi, te beji, na, İmam Tünne mi, na çelimeji. İmsal, şimdi, وَيَأْمُرُهُمْ الْإِمَامُ اِمَامِكُ اِدَارَجِي اَنَا بِنْ اَمْرِوَانْ بِجِنَاءِ Tezir. Ama اِدَارَجِي اَنْ بِجِ اِمَامِ جَامِينَ پَرِكِ دِنْدَارْ مِنْدَارَ Ana tu ne çoğu ile meca... Okey, tuji çoğu, tuji imam bu. Ah. Bele. وَيَأْمُرُهُمْ الْإِمَامُ بِسْيَاسِ رَزْدِ اَنْ اَيَامِ الْاَوَلًا بِسَّكْنَا اَوَ سَيْرُوا رُوجِي بِقْنَا وَتَوْبَتِ اَمْرِوَانْ كَبْ تَوْبَيْجِ وَتَقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَوَ بِيَقُنَيْ زِبَالَ الْقُدَى تَعَالَى بِوُجُوهِ الْخَيْرِ الصَّدَقَةِ بِدْنُ قنجي بكنو او جبر باش بنو والخروج من المظالم وظلم كل هبك المال جي باز كش بمن حقي ومن قريب دنوان في الدني ازولان وشي بب نبا من الشريعه ابا من بقدرك ام جخديره بس الحين او رب العالمين جل مولا رحمه او شريعه ابا ليه اكيد كان ناقب كيف ابويا مظالم تركب ابيا گر بنا شکتر بن تب جحمن هر. دیگه امری تدریش که افدر سید خویت تو بسکری خود دش ترازی به از غلام تمه تو بسی. من المظالم فی الدمی از قید که مرد قیده دایا من فی الدمی فی الدمی من اوی مثلا خوی خوی نکیل ارتیاب اوی خوی نوی گری بدن ول عرضی یعنی شرب و حیثیت کی هات به چین مشکینه و اعاده بکن ول مالی مال اول ترج مظالمانه لیان کل مما ذکره أسلم لكل من لأن لكل من مظالك أسلم في إجابة الدعائي جاري يكيش باني هانرا كما ذكر كر تأثير وان هي الإجابة دعائي داك رب العالمي أو تشوابك أو إجابة وان بك أو آبج وان مش ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بزلة وتقشع ملن وأو درم ببالك شوليبا راتشارا بروجي دجل قطان دي او ده اوه وصا جهب دا کتی وصا بی کش جلی خزمتی خزمتی ای فرسی خوناتی بی قراوال جلی خزمتی جلی فرسی قراتی نا و تقشفین محاله کی وصا یعنی حاله کی وصا بی کش محتاج بل خده وانا خده رحمه المبکی یا ربی ملی ملی قال ابن عباس خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لسقای متبزلا متواضعا متدرعا حتى اتى المصلى في مصلى بركتي بال ميجا باراني با وصاب جلي خدمتي ابي متواضع او الصاف جنلي حتى اعطي جيك الملمشك الحديث حديث باشي وفي اخره ان باشي حديث انه صلى ركعتين كما يصلي العبد العيد كما يصلي العيد بوتي درك عبد المشك شو هذا الميجا عيد درك عطاتك قال الترمذي حسن صحيح فمزيق وتي أيوه حديث هم صحة سنة هم صحيحة وقوله متبزينة وأنا شو معنى بك كما يؤخذ من النهاية شو وجه النهاية تجي هاتية النهاية في كتاب ابن أسيرة دبعصة ألفاظ على أوكي ده تفسير ده معنى بك النهاية إمام الحرمين يقولون شريعة ده النهاية بيقولون نهاية إمام الحرمين سيدا پر اوک نکنو پر نیات امام حرمی مگو از غلام تم النهایه بنی النهایه فی غریب الحدیث ابا ابن اسیره چار جلده
de bahsa elfazı garibi hadis eder manada ta. Vayle bir kitab-ı şeriat da bu en nihayette bu tane. Kur'an-ı sanine, evya ve sanine, evya çiki ayri, evya lafzı hadisi, lafzı garib manada ki vayle beni, lebeni de beje en nihayetu fi garib el hadisi. En nihayetu bi garib el hadisi. Leha de Google da. Ko eva imam-ı tayy haramayn abe ez kebap gibi demte. O ko eva İbn-i Esir be te kebap gibi demte. Tamam? Ya tuve bazı garib el hadisi tuve doğru ama. E vayle beni beni. Kur'an vayle beni bani. Minin nihayeti alve nihayeti ve no ve iki rakam ki biriye avet ya dipnot avet ya gori en nihayetu fi garib el hadis de beje. Cilt 1 sayfa 111. Hayır. Bu da çünkü fitna. Fitna da ama da hayyen min beri kulebinin müşterak bu. Beni min tebezzele ey lebese siyabel bezleti. Cilli bezel yani vaka kutakoye hizmeti ya evi parti evi usayi forsena. Kesilme mezkul mücemeti el mühnetu. Tebezzele el bezletu bi kesil muhane ve sukuni mücemeti el mühnetu. Cilli mesleke, cilli hizmeti yani ya. قال في الشرح المهذب وثياب البزلتي هي التي تلبس في حال الشغل وقت عيشه مع الخطيه ومباشره الخدمه وقت ديلك ما بدس بعيشك وتتصرف الانسان في بيته انسان وقت من هو مال خلاص شتي ايش كاره مشغوله وان جلال الخطيه ويخرجون الصبيان والشيوخ ويخرجون الصبيان ويخرجون الصبيان والشيوخ لان الدعاء اقرب الى الاجابه او الصبي واختيار درخن شنكي دعاء وان نسترك رب العالمين قبول بك شنكي او براهم محتاج همجي او يعني رب العالمين وان ده محتاج بينا رحمه وان بك بارن شيوخ اطر يشيبونه حتنا حد ركوعي بس بيجي بيجون أنا تقول لوان بنرى اشترى جوي أخذ لوان أي باران الباري بل وكذا البهائم وكذا البها البهائمة يقولون البهائمة في الأصح أو حيوان الجرف والثاني لا يستحب إخراجها قول الدي وتيه دخسنا مرة جبنا إذ ليس لها أهمية دعاء ما إخراج بهائمة يا حيوان حيوان أو حيوان أهمية دعاء جواتنا ورد بحديث خرج النبي من الأنبياء يستسقي نبي دركتية بيغمبرك إيش بيغمبرة طلبها باران إتكي فإذا هو بنملة رافعة بعد قوائمها إلى السماء فقال دي كواي كرمولي كيش بيغو بلين كريه بلا سيمانا با أو دبي جا فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من اجل شان النملتي ابي غمر نبي فتر والله رب العالمين دعاء وقبول كجبنا خطيب كرمون رواه الدار قطني والحاكم وقال صحيح الاسناد الاسناد في حديث صحيح ولا يمنع آل الذمة الحضور ولا يمنع آل الذمة الحضور آل الذمة قد نظر مسلمان دا غير مسلم جي دشين او جي مره بيجا وناون ومره ناين حيوان ورن شما او ناين بر او جي ورن ربي عالم او جي بني آدم دباج بخاطره هون باران بارينه لأن مسترزقة او جي طلب الرزق وان تيك وفضل الله الواس آمن مسترزقة انو لأن اوانا جي مسترزقون او جي طلب الرزق اري تمام ده آمد عن مسترزقتنا زرارة ويهي نعم تمام وفضل الله واسع وفضل خده يعني شه هركز كبه بري حيوان شه كبه بري اهل زمتش كبه بري ولا يختلطون بنا اما هناك نومة لأنه قد يحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم او ملناك من نومة شما ممكنه و عذاب كي ولا بسلوان ده بسلوي كفروان او كفروان او المتقرب به في اعتقادهم او عذابك المتقرب به يعني كنيزه جوانا في اعتقادهم دي اعتقاد واندا مش عدم كذب شما لا يختلطون بنا
لأنه الشأن هذا قد يحل بهم عذاب نازل بابوان عذاب كي بكفرهم المتقرب مثلا أو أنا دمين مثلا عيسى أو هاي كلمة كي هو سابه بيشن أبا غضب أخده بعذاب كي بسلوان دوانه أم يجناب دهار يجبر بي هواي مثلا يهودي من بيشن مثلا عزيل أو ها ينجبر بي قاسي أو أنا ناكل نواقه بچم دي بوان كلمة وكوي دعا بكن بوان كلمة دعا يواني ويا بخاتش و دعا كرن اديا نكا المتقربين دي بچه المتقربين يا ربا خدا دي بچه ايجا يحب بهم عذاب بكفرهم صفة بكفر المتقرب به شكرا او كفر المتقرب به المتقرب به ها يعني دقيقة ويكم يجي كفر وانا ابن عيسى ابن الله ابن عيسى ابن الله باران ابن ما يجي كفر فرما اللي موجود يفهم كي عبارة وبالسلي مخلوم بكفر المتقرب به صفة كفر او كفر المتقرب به يعني بالشيء المتقرب بكفرك المتقرب به خنزك بو كفري في اعتقاد من اعتقاد خدا خنزك يعني بيقول بو كلمة كفر بين بو كلمة كفر بو بين نيجي فدين بين هل بو كيف بيو هل هو دور تمام وين يا ركعتان وين يا ركعتان قد عطا وان كيتا وخاش بين نيجي فدين هل بو كيف بيو شوي دهمد يعني وهي ركعتان قبل ما يجي ركعتان كما فعلها صلى الله عليه وسلم شاف يا مسلم يجي ركعتان كثير رواه الشيخان كل عيد وقال مجعد في التكبيرات السبعان وخمسان ده بقى ولد حاف ده بقى ديرا بينش والجاري بالقراءة عاشق بينا وما يقرأ أو تشتك بقينا جي ل من وال وال والجاري بالقراءة وما يقرأ يعني أشكره بقينا هم قراءات وهم تشتك بقراءة ربقينا لحديث ابن عباس السابق حديث ابن عباس كبيرة الباصمة لكن قبل أن يقرأ في الثانية بريك أراد الدعاء لكن قيل سيدا لكن قيل يقرأ في الثانية بدل اقتربا إن أرسلنا نوحا أي بخينا لاجتمالي على اللائق بالحالي تريد مثلا بعصى باراني أو كيوان هي أو لائق بوي حالية برأي اقتربنا قيل برأي إن أرسلنا وقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا او ايته قلت لا يا امر يعني لاحق اوكي وانا انكم بعتب خينا سريدا ان ارسلنا نوح تبقي ابي تبقي ابيا ابيا يعني لاحق بحال وانا بايته ها ابي خدا بسري ودا باران بارينه كل بيجي ها وان اگر وان استغفاره بينا رب عالمي غفارة غني وعفوت كا او بسر ولا باران جاسي ما ندب بارينا او في آيات بخوينا جبر كد إنا أرسلنا ده هاي اللايق بحالي وانا بلا يكون ولا صح يقرأ اقتربت او أو اقترب بخوينا كما يقرأ في الأولى قاف جواد أبي أول داوي قاف بخوينا دي ديالج اقترب بخوينا وما روي الدار قطني عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى ده أبا أول دا خندية ماني افصان كي يكلم قالك يا سيدا دقيق Evet Seydan. Alo. Efendim Kerem. Ve la zeyr meli. Ve ma ruviye daru kutni an ibn Abbasin ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kare'e fil ula. Ne yapa ul da kundiye? Sebbih isme rabbike el-e'la kundiye. Tamam. Ve kare'e fil saniyeti hel etake hadisul gâşiye kundiye. Kale fil şer'il mehezzet da'ifun. Evi hadis zayıfı. Ve la yektesu bi vakti l-i'di fil asah. Evi enne gâseb vakti l-i'di. فيجوز فعل هو في أي وقت كان من ليل أو نهار والثاني تختص به قول الديك وتي خاص بوقت عيده أخذ من حدث ابن عباس السابق حدث ابن عباس السابق وتي وقت عيده كريم ويخطب بعد الصلاة وسيأتي جوازا أن يخطب قبلها بشتي لما يجي
اوی خطبه بخوینه ایجاد بیش آنها پیبه وره اوی گوتیه بلی خطبه بلی خطبه اوی المیش بکن دلیل اول جواز ان یخطبه قبلها یعنی بری المیجش کارا خطبه بخوینه جایزه هنگاش گوتیه چه؟ منه اوی پشتی المیجه خطبه بخوینه دلیل اول اوی گوتیه پشتی المیجه خطبه بخوینه ابو قعیده ها حدیث الماجه و غیره انه صلى الله عليه وسلم خرج الى السقاء فصلى ركعتين ثم غطم دور قال مش كريه وقت ذلك دي بال مش باراني با دبي دي باراني كريه ويا تديه كرنه نو اش كلمه كيش تار بيقول شو لا دي بخاري دي كشتره لازم به خطبه كي فر امتيكات او كي داي دي جمال الشرح منهج داي مانه دي جمال الشرح منهج دویلر دا خطبه کی اوکی اوا بارانه اور خطبه کی انتیکه دوی دلیتا بله درنگ از اولام یک لیویا منا امارن امارن بله گودی انه صلی اللہ علیہ وسلم خرج این سقای فصل رکعتین سو مخطا بن اولی المیش کیا دوی خطبه خوندیه ها کل عیدی وقا المیج عیدی ای که خطبه تیهی فی الارکان و غیریه این وقا هر دو خطبه عیده و وقا رکنه بی لیکن یستغفر الله تعالی بدل تکبیرتی آن شونه تکبیره دا طلبه غفرنا استغفار اکیدیه اول هما نهجر دا خطبه عوده الله اکبر دو آده دیا نهجر استغفر الله بیجه و حتی لا استغفر الله بیجه طبعا تمام اول هما فیقولو اول هوا بجه استغفر الله لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الی بدل کل تکبیرتی ایوصا بجه ويكسر في اثناء الخطبه من الاستغفار اثناء الخطبه بول بول طلب غفر الله غنى يغفر ومن قول استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يجب جان من ويكسر في الثناء في اثناء الخطبه من الاستغفار ومن قول يجب جان ويدعو في الخطبه الاولى اللهم اسقينا غيثا ركعت اول ده يا ربي بارين باران جمرة مغيسا مغيس شيء أي مرويا مشبعا كويان بدأ أغور الماء وما تير أوبك مرويا مرويا هنيئا هنيئ شيئا طيبا الذي لا ينغسه شيء كويان أوبك خشا كويان مرب خشي كارب قرتي لما في نافطسا مريئا من همزتي يعني محمود العاقبات با يعني عاقبته هو بخير با مريعا كسب خرا نبه يعني اي بله بله مريعا بكاز عمزه اي زار ريعين اي نمائم خوي ذيرم به ذيرم هبه يعني ببركات به غدقا غدق شيه بفتح الغين المعجمه والضال المهمله اي كثير الغين بركته اي قربه مجللا يعني جلل الارض اي قوه كجل الفرس وكا وكا بالان استري او تمام يريد خدا بگيره تمام ارض خدا بگيره سدل الارض جل بكب شايري ملا ملا سحن أي شديد الوقوع على الأرض وصاب شدت لأرضك الأرضك كجبوت تظهر خوري طبقا يطبق الأرض وصاب أرضك خلا بقرا قبل مش بك فيصير كالطبق عليه ما هو كالطبق اللي صار أرض باران يعني وصاب ليه أرضك هذا يعدي تبقى باران دائما إلى انتهاء الحاجة حتى احتياجي ما بولا اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين يا ربي تمام بدي أظلم بارانه ثم نقر إنجبيه بي رحمة خود أي الآيسين بتأخيري أبكو جتأخيرا أوه بارانه بأميد من اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا يا ربي طلب غفرتنا قناه وشتكن توي كنت ما بتغفريني فرس السماء يا ربي تمشيني بارانه أي المطر علينا مدرارا كثيرا بارانه كرسا هذا باريني روى الشافعي عن ابن عمر يعني الشافعي ابن عمر روايته أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى وقت طلب باران بكرة قالت جو اللهم اسقينا غيسا يا رب تما بدي با افضل باران الى اخره في حديث عائشة باشيه وفيه دعاءكم اخواننا الدعاء وفيه روايه امام الشافعي ملي بين القانتين وما بعده زياده مسكوله في الروضه دي كاصليا جقانتين و بيبا ابي زياده هاني بالروضه واصل الروضه هاتي ذكر كريم ذكر في المحرر أكثرها أكثر في المحرر ده هي وأسقطه المصنف اختصاره أو مصنف كرت بريا جبنا اختصاره ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية
شتيسري خطبة صاني بابا أو عندي بري خش بلاد الفتح بري خبدا قبلة وهو النحو سلس سلسيا لبي بسنا بس ليه بسنا إيه ما هني بساعات كنا خدنيه أنا قبل ما غيرنا شقاب توزاني مشوان أمم Sen çağırın, sen çağırın, ne zorlar, tuzani. Bana çıkar. Tamam, bas. Haydi ya Allah.